لعقود طويلة. كانت موضوعات تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمية محل العديد من النقاشات المتعمقة، إلا أن التقرير الذي أصدرته مؤخراً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2021 دق جرس الإنذار. فتغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية قد أدى بالفعل إلى نشوء العديد من الظواهر الجوية المتطرفة غير المسبوقة حول العالم. هذه التغيرات تتطلب تضافر الجهود العالمية للتصدي لها. فكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هناك ضرورة للعمل المشترك لضمان مستقبل لكوكب الأرض. وتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور الرئيسي في العمل المناخي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتولي القيادة الرشيدة أهمية قصوى للاقتصاد الأخضر كأداة لضبط النمو الاقتصادي وتوجيهه نحو التنمية المستدامة. كما تعد دولة الإمارات في طليعة دول المنطقة في وضع وتطبيق السياسات المتعلقة بتغير المناخ من خلال مشاريع رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة، والتزمت منذ اتفاقية باريس للمناخ بزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول عام 2050. وحققت دبي نتائج مهمة في تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتجاوزت دبي الهدف المحدد في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية. وفي عام 2016 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي بالشراكة مع الأمم المتحدة كاستجابة للأولويات والتحديات التي تم تحديدها في هذا المسار. وتهدف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال إكسبو 2020 دبي إلى تشجيع الحوار وتعزيز النقاش الهادف ضمن 4 محاور رئيسية: الشباب، الابتكار والتكنولوجيا الذكية، سياسات الاقتصاد الأخضر، التمويل الأخضر، لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وتوفر القمة التي تعقد قبيل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وانطلاقاً من مكانتها كمنبر مهم لقادة الحكومات والأعمال، منصة مهمة لبناء التوافق حول الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة والسياسات والشباب كمحركات أساسية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتستمر جهودنا ومساعينا لتحقيق نتائج إيجابية مهمة لنا ولأجيالنا القادمة. مرحبا بكم في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021.